أغنية جديدة حلوة للهجة كمان ما تعودنا نسمعها من الفنانة أصالة يوسف. مرحبا أصالة. مرحبا شادي، كيف حالك؟ أنا الحمد لله تمام. كيف أمورك بزمن الكورونا؟ عم حس إنه إشي متغير، لأنه أنا في العادة دائما بفضل قاعدة في البيت وبين هالولاد وطبيخ، وصراحة أنا مش هالقد بخاف من التغيير، يعني دائما بعمل حسابه دائما بعمل حساب الأسوأ زي ما بقوله، بس الحمد لله لحد إسا فش إشي سيء، كل الأمور بخير ولا أحلى منها. هيك الإنسان إسا كمان يقعد مع عائلته، هاي بتسوى كل الدنيا وكل الأعمال الفنية بالنسبة لإله. نحكي عن الأغنية الجديدة، أغنية حلوة، أول أغنية خاصة لإلك أصالة هاي؟ الحمد لله وأخيرا مبروك. أغنية خاصة لإلي، الله يبارك فيك. طبعا هاي المرة عملنا أغنية في لهجة مختلفة، لهجة عراقية. تعاملنا مع الشاعر الكبير فنان رامي العبودي من ألحان محمود الغياث وتوزيع محمود الغياث. طبعا كأول عمل لإلي كان كثير عمل شيق، كان كمان عمل كثير صعب، لأنه علشان أنك تجيد اللهجة واللكنة تبعتهم، مع أنه كمان حسب رأيي كنت بقدر بعد أعمل أكثر من هيك. دربوكي على اللهجة العراقية ولا أنت بتعرفيها من الأغاني؟ طبعا لما كنت سجل الأغنية كان معاي الشاعر على خط مباشر رامي، فكان كان يقول لي شو بالضبط أعمل، وحتى شكلتها بالضبط وكل إشي علشان أعرف تجيدها للكنة. أما برضه صعبة مش هوية. صورت فيديو كليب صورناه في هضبة الجولان، طبعا نحن صورناه كمان في الشتاء اللي هو كان غاد عن جد طقس كثير كثير بارد وطقس ثلج كثير كان فيه كثير. كان في شوية ثلج غاد. حلو. أما خلص بكفي إنه الأجواء غاد كثير باردة كانت، صورناها في عز البرد. أما الحمد لله كمان عملنا نتيجة كثير حلوة اللي أنا راضي عليها. دمعي بيسواك، شو الكلمات بتقول أصالة، شو موضوعها؟ إنه الكلام تبع الأغنية بقول إنه قديش إنه مليت من الإهمال تبعك، مليت من الأفعال تبعك، بس بالرغم من كل هاي الأشياء إنه أنا بعد بحبك، أما خلص إنه هون يعني دائما عم بتبكيني، بس خلص هاي المرة دمعي صار يسواك إنه لحد هون وبس. حلو. يعني كثير كثير كلمات حلوة ومؤثرة. أصالة من بارك لي كمان على 20 مليون لرد شعراتك. الحمد لله إن شاء الله باليوتيوب دائماً. الحمد لله. احكي لنا ليش الناس بتحب هالأغنية بالتحديد؟ طلع قد ما تعمل أغاني إلا ما الناس تظل تحب الإشي الفولكلور والإشي الشعبي. وقسم الله راس كمان عندي 4-5 أغاني جداد كمان اشتريتهم، اللي كمان في اللغة اللبنانية. حلو. وكمان بعد في منهم في اللغة في اللهجة الخليجية كمان. وكمان حتى في ستايل معين اللي هو جديد علي، أنا كمان رايحة أجربه. طلع أنا من الفنانين اللي كثير جريئين، يعني أنا ما فيش عندي لون محدد اللي أنا لاحظنا بتغني الطربي وكمان بتغني الشعبي وإسا غنيت العراقي، بس هاي بس هاي المرة في إشي هيك ستايل رايح يختلف، هو لبناني كمان. بس بدي خلي لك إياه لإلك وللجمهور بعدين. تمام. بدي شوف إذا، لأنه أنا أول ما سمعته الإشي شدني لأيام زمان، فاهم يعني، هيك فيه إشي حلو اللي بتحن لأيامات زمان كثير. طيب. حلو. شوقتينا، بنستنى الأغنية أصالة. إن شاء الله. بدنا نصيحة منك كونك هيك قاعدة في البيت، شو ممكن تنصح الناس يعملوا بهالأيامات؟ يعني أنا بشوف بتعملي كحك كثير وأكل كثير على الانستغرام. بشوف. لو بتشوف شو بضلهم يسألوني على الانستغرام، نحن وصلنا لأصالة الفنانة ولا أصالة الطباخة؟ بدنا نعرف شو بالضبط. في هاي الأوضاع العصيبة اللي نحن عم نمر فيها، أول إشي بدي أقول سلامة قلب الجميع، وإن شاء الله يا رب ما حدا يتضرر ويبعد عنا وعنكم المرض والبلاء إن شاء الله يا رب. طبعا في هاي الأوضاع اللي نحن كمان عم نمر فيها، حاسة إنه نحن صار في كثير تقارب بين المرأة وزوجها، بين المرأة والأولاد، بين المرأة والمنزل. فأنا عن جد كثير عم حب هاي الفترة، لأنه عن جد حلوة، أنا بالنسبة لي حلوة، يعني مش شايفة فيها إشي صعب. أصالة شكرا لك. أصالة يوسف، وتابعينا دايما، وتحية كمان من كل المستمعين اللي بطلبوا أغانيك باستمرار أكيد بتسمعي. وتحية لإلك خيي شادي، الله يسعدك. شكرا لإلك. إلى اللقاء. باي باي. يلا باي باي.